اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا، أظهرت أمننا، كبت عدونا، ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، طيبا مطيبا، يملأ ما بين السماء والأرض، ويملأ ما بينهما، ويملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حكيم مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به أعلى جنانك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا، واجعل الفردوس الأعلى يا ربنا هي نزلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا رب العالمين.
اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من هو عند قلوب الضعفاء والمنكسرين، نسألك اللهم أن تمن بشفائك التام لجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أهلنا وأحبابنا من المرضى أجمعين، اللهم صب عليهم الشفاء صبا، واجعل مبتلاهم تقربا إليك وحبا، واجعل ما أصابهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين يا رب العالمين. إلهنا ارفع ضرهم، اشف سقمهم، اللهم أبدل مرضهم شفاء وراحة يا رب العالمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إلهنا ارحم أرواحا كانت معنا وكانت تشتاق لرمضان وتتهيأ له، وهي الآن في قبورها، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ارحم جميع موتى المسلمين، خص منهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وقراباتنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم كن لهم بعد الحبيب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا يا ذا الجلال والإكرام. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولغير باب جودك لا تكلنا، ومن غضبك ونيرانك أجرنا يا رب العالمين. إلهنا لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم عتقاء وخلصاء من النار. إلهنا وقد مضى ما مضى من شهرنا، ألحقنا يا ربنا بأسماء العتقاء، ألحقنا بركب الخلصاء من النار يا رب العالمين. اعتق اللهم رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا، ومن أحسن إلينا ومن أسأنا إليه، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، والحاضرين جميعا يا رب العالمين. اللهم اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم كلمة ولاة أمور المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين.
وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضى. اللهم هيئ له بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه خير ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وانصر اللهم جنودنا على الحدود، سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. يا بارئ البريات، يا غافر الخطيات، يا مطلعا على الضمائر والنيات، إلهنا يا أمان الخائفين، يا أنيس الذاكرين، يا سلوة الطائعين، يا ملاذ الهاربين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من لا يرد من سأله ولا يخيب من أمله، يا من لا يرد من سأله ولا يخيب من أمله. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا، من الذي سألك فرددته؟ من الذي دعاك فطردته؟ من الذي لجأ إليك فأسلمته؟ إلهنا، ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. إلهنا، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك اجتمعنا، نطلب ما عندك، نطلب ما عندك، ندعوك ونرجوك. مددنا إليك أكف الضراعة، نتوسل إليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. إلهنا، أنت خلقت نفوسنا، وأنت تعلم حاجتها، وأنت تعلم ضعفها، أنت تعلم مسألتها. إلهنا، نستودعك أدعية في ضمائرنا لم يستطع لساننا قولها، نستودعك حاجات في قلوبنا لا يعلمها سواك، نستودعك هموما أثقلتنا، ديونا أقضت مضاجعنا، نستودعك اللهم ما في نفوسنا، ترى مكاننا وتسمع كلامنا. إلهنا، إلهنا، أعطنا ما في خواطرنا، أجب لكل واحد منا دعوته، أعط لكل واحد منا سؤله، فرج اللهم همنا، ونفس كربنا، واشف مريضنا، اشف مريضنا يا رب، اشف مريضنا يا رب، وارحم ميتنا، وارحم ميتنا، ارحم ميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. في النفس حاجات وحاجات، في النفس حاجات وحاجات، فاقضها لنا يا قاضي الحاجات، يا مطلعا على الضمائر والنيات، أعطنا ما في خواطرنا وما في نفوسنا، واجعلنا ممن تقول لهم عبادي سلوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.